الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في مستعل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 15 من يناير. نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، عقب ذلك فاصل غنائي، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية. أقدم لكم فيما يلي عناوين نشرتنا الإخبارية. محكمة بريطانية تحكم على شاب إريتري بالسجن 10 سنوات بسبب جريمة اغتصاب. السعودية تدعم قطاع الطاقة في جمهورية جيبوتي. النواب الدنماركيون يناقشون خطة لمصادرة أموال اللاجئين. المستمعون والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم الأخبار بالتفصيل من إذاعة أرينا. ذكرت وسائل الإعلام البريطانية بأن محكمة في مدينة ليفربول حكمت على الشاب الإريتري مبرح توم أبرها والبالغ من العمر 25 عاما بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب اغتصاب فتاة في أحد المنتزهات العامة في وسط مدينة ليفربول. وكان الشاب المقصود قد قام باغتصاب فتاة في 21 من العمر في شهر يونيو الماضي بعد أن راقبها لمدة 10 دقائق، ثم اغتصبها في أحد أركان المنتزه ولاذ بالفرار. وحتى لا تلقي الشرطة القبض عليه بعد ظهور صورته في برنامج الجريمة في تلفزيون البي بي سي، هرب إلى مدينة بيرمنغهام، ولكن الشرطة ألقت القبض عليه في أكتوبر الماضي. وكانت الفتاة التي تم اغتصابها بواسطة الشاب مبرح توم